أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا نايف يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في شراء شقة تحت الإنشاء لم تخلص بعد، فهل يجوز أن أشتري هذه الشقة جزاكم الله خيرا؟ إذا رأيتها واشتريتها وكملتها أنت فلا بأس بذلك، أما أن تشتريها وهي ما أكملت على أن صاحبها يكملها هذا بيع شيء مجهول، وقد لا يتمكن من هذا وقد يعترض شيء، اصبر لما تكمل الشقة واشتريها. نعم.